مرحب مرحب يا هلال أهلا. سنقدم لكم اليوم حفلا خاصا تحت عنوان ليلة القدر أهلها الله علينا وعليكم باليمن والبركات. ونستهل حفلنا اليوم بتلاوة عبرة من الذكر الحكيم التلميذة ياسمين. تنزل الملائكة
الرسول صلى الله عليه وسلم إذ جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصيام جنة والحزن حصير من الله. Oh,
مرحب مرحب يا هلال